من سجن إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام هذه الفترة الطويلة. أهلا وسهلا فيك أخت زهراء. الحكمة هي الله، مثل الله عز وجل جعل لكل إمام زمانه، يعني لكل إمام زمان شيء معين. الحكمة منه أنه أراد أن يوقظ الناس الموجودين في ذلك العصر، أراد أن يقول للناس الموجودين في ذلك العصر أنه إمامكم الموجود هو موجود في السجن، وأنتم موجودين بعاد عنه. يعني الآن أراد أن يوصل فكرة زمنية لنا نحن، أحلى ما يجي لنا واحد، وهذا انتشر عبر المشايخ. نحن موجودين في الولايات المتحدة، في شيخ موجود هون للأسف كان يعلم في الحوزة وانتقل إلى هنا، وكثير من المشايخ انتقلت للأسف. يعني ما بعرف هذه النوعيات التي تخرج، أنه قال أنه أهل البيت هم أئمة فقط، ليس من الجانب السياسي، هم أئمة عاديين. لو أرادوا أن يكونوا أئمة سياسيين مثلا لقبل الإمام الرضا بأنه يكون نائب الملك، ولو أرادوا ذلك، يعني لو أرادوا ذلك كانوا فعلوا ذلك. لا، أرادوا أن يقولوا للشيعة الموجودين عبر الزمن، أرادوا أن يقول للناس الموجودين عبر الزمن هذه حجتنا عليكم. في ناس كثير هلأ من الشيعة يقولون لماذا الإمام المهدي مختفي؟ لأن شوفوا شو عملوا بالأئمة سلام الله عليهم، إمام بعد إمام الذي يسجن لفترة طويلة، والشيعة في ذلك الوقت كانوا يتركون إمام زمانهم خليفة الإمام الحسين، خليفة الإمام علي، ويذهبون إلى عاشوراء مشيا ويلطمون ويبكون ويطالبون بثارات الحسين، وإمام زمانهم موجود في السجن. فإذا كان، يعني لا أريد أن أعبر بتعبير غير لائق، بس ولكن إذا كان في خيانة ونفاق أكثر من هيك، شو بده يكون في أكثر؟ فإذا أي شخص سألنا لماذا الإمام المهدي مختفي من أجل ذلك، لأن نحن لو تركنا الإمام المهدي، الشيعة في السابق تركوه، كان وصل لنفس الشيء، يا أما قتل، يا أما مسجون بالحبس، يا أما سمموه. شو كان في؟ بس هاي ثلاث أشياء. فالله عز وجل أخفى لحتى نحن نتغير. عندنا قبل وصول الإمام المهدي 11 حجة، حجج على من الله علينا، يعني يوم القيامة نحن مسؤولون عن كل هذه الأشياء. حتى لو كنا في زمان هلأ مسؤولون عن قتل الإمام الحسين في هذا الزمان كمان، ليش؟ لأننا يجب أن نطالب بثارات الحسين، ليس لشخصه بس، ولكن لأنه ولي من أولياء الله. يعني الإمام الحسين هو ثار الله، عشان هيك نحن بنبكي عليه. لا يوجد شخص على الأرض عنده ثار الله عز وجل، ثار، صوروا، لا يقدر يشوفوا عظمة هذا الشيء. طيب، بتمنى أن يكون وصل هذا السؤال.